ونروح بقى مع حضراتكم للصحافه الرياضيه وجريده الجمهوريه حيث تتواجد زميلتنا العزيزه مريم سميح اللي هتعرفنا بقى على اهم الاخبار في كافه الصحف والمواقع الرياضيه المختلفه وبالمناسبه هيكون ليها كمان لقاء مع الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي. يا مريم صباح الفل عليكي وصباح الفل على استاذ حسام وتفضلوا. صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان يوم جديد جوله صحفيه جديده من داخل مقر جريده الجمهوريه زي ما انت قلت بالظبط يا كريم وهيكون معانا طبعا لتحليل كل العناوين اللي معانا النهارده صباح اليوم الثلاثاء الناقد الرياضي الاستاذ حسام الغرباوي ولكن خلينا الاول يعني نقول العناوين اللي هتكون معانا النهارده في جولتنا الصحفيه والبدايه من الجمهوريه اونلاين اتحاد الكره يعلن طاقم تحكيم مباراه الاهلي وبيراميدز ومن الاخبار الاهلي وبيراميدز يبحثان عن منصة التتويج الليلة ومن الشرق الأوسط طريق ليفربول ممهدة لتجاوز انتر وباين ميونخ يخشى مفاجآت سالزبورغ وأخيرا من كورة لابورتا لست نادما على عدم التجديد لميسي وأخطأت في هذا الأمر طبعا هيكون معانا لتحليل كل هذه العناوين الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية دايما منورنا ومشرفنا على شاشة قناة نادي الأهلي أهلا وسهلا بحضرتك وبالزملاء في الاستوديو البدايه طبعا يعني مباراه الاهلي وبيراميدز والتحكيم بعد الاعلان عن طاقم تحكيم اليوم، مباراه هامه جدا والحقيقه ان احنا ممكن نعتبرها كمان مباراه قمه لان يعني الفريقين بيبحثوا عن صداره الترتيب ولكن يمكن كان في كمان كلام لكابتن سيد عبد الحفيظ عن فكره التحكيم وقال يمكن في المباراه الاخيره ان هو الحكم يعني يمكن ما شافوش من سنين طويله كان بيحكم في مباريات، ولكن النهارده بعد الاعلان عن طاقم التحكيم شايف انه يعني تحكيم مناسب sadece طبعا البنا وحسام طه وبقيه الطاقم التحكيم حكام دوليين ومميزين جدا شاركوا في بطولات افريقيه كبيره وليهم باع كبير جدا في التحكيم وفي ثقه ما بيتسمع هم من ضمن الحكام بتسمع اسمهم بيبقى في راحه نفسيه للفرق المتبرع يعني في في المنافسه الدوري وده بيمنح راحه نفسيه للاجهزه الفنيه ومن ثم طبعا المباراه باذن الله بتخرج بشكل جيد وطبعا من غير مشاكل فان شاء الله نتمنى باذن الله توفيق للحكام باذن الله يمكن الاهلي وبيراميدز النهارده برضو عنواننا التاني مستمرين في الحديث عن الاهلي وبيراميدز ولقاء الليله النهارده الفريقين بيدخلوا في صراع يعني يمكن مدير الفني لبيراميدز شايف انه ده عنق الزجاجه طبعا بيتسو موسيماني كان عليه ضغط مباريات كبير جدا في يعني بطولتين سواء الدوري وكمان دوري ابطال افريقيا النهارده كمان بعد ما الفريق هينتهي من المباراه يمكن الساعه عشرة مساء هيكون متواجد في المطار للسفر الضغط ده شايفه النهارده ممكن ياثر على الفريقين ازاي خاصه ان هم يعني ممكن يحمل كمان اللقاء مفاجات كبيره جدا شيء طبيعي الضغط المنافسات سواء في الدوري المحلي او في افريقيا بيبقى فيه ضغط نفسي على لاعبي الفريقين ولكن طبعا هم الاهلي فريق كبير وخاط بطولات عالم وكاس عالم و... وطبعا ب... ب... لديه عناصر قوية جدا قادرة أن هي تحقق الفوز وفي نفس الوقت بالنسبة لبيراميدز هينافس بقوة طبعا بيراميدز عايز يحافظ على الصدارة ب 26 نقطة والأهلي بفارق 25 نقطة فطبعا المباراة هتبقى قوية جدا للغاية ولكن لما بيكون في حماسة ورغبة من اللاعبين أن هم يفوزوا بال... بالمباراة بيبقى طبعا بيتناسوا تماما الإرهاق والجهد وده ب... بصراحة بتمتع به اللاعبين المصريين وخاصة الفريق الاهلي اللي هو طبعا ما بيعرفش بصراحة مستحيل رغم أنه هو طبعا داخل على مباراة قادمة في امام سان داونز ولكن طبعا خروجه بالفوز امام مريخ السوداني هيديله دفعة معنوية كبيرة واكيد هيبقى هيسعى بكل قوة ان هو يفوز بالمباراة عشان يعود لمنصة التتويج مرة أخرى او منصة الصدارة الدوري وفي نفس الوقت لانه طبعا عايز يحبط محاولات بيراميدز القوية جدا ان هو عايز يطير بالصداره لوحده اذا فاز بالمباراه ولكن طبعا احنا الممتع في القصه ان احنا هنشوف مباراه قوية جدا وهو ده اللي احنا بنتمناه في الدوري وان شاء الله نشوف مباراه قوية ان شاء الله يمكن برضو استاذ حسام متن الخبر كان بيتكلم عن فكره ان ممكن بيتسو موسيماني يحمل مفاجات للخصم يعني الخصم وان هو يكون عنده طريقه لعب جديده او تشكيل جديد زي ما قال كده بالظبط الخبر يعني تشكيل فريش هل ده ممكن يربك حسابات بيراميدز؟ شيء طبيعي هو ده الاسلوب ده او الاعلان عن حاجه زي كده لان دي معناه ان موسيماني ارى جيدا فريق بيراميدز وعرف انه بيفكر ازاي واكيد ممكن اللي هو يفاجئه بتشكيل بطريقه لعب جديده ولكن طبعا احنا عارفين طريقه اللعب المتعارف عليها واكثرها دلوقتي 4 3 3 وبتتغير حسب المباراه وحسب قوتها وحسب الفريق كل ما كان الفريق مسيطر على المباراه المباراه شيء طبيعي بيلعب بطريقته المعتاده عشان ما يحصلش اصلا كمان ارباك للاعبين زي ما شفنا في منتخب مصر لما بيكون لاعب بيتحط مش في مكانه ما بيأديش كويس فاكيد موسيماني برضه هيحافظ على كل لاعب في مركزه عشان يحقق الثلاث نقاط ويتصدر ان شاء الله البطوله. ان شاء الله ننتقل بقى للكره العالميه يمكن ليفربول يعني ممهد بعض الشيء لتجاوز انتر زي ما قال العنوان كمان بايرن ميونخ عندنا يمكن في بعض القلق من مفاجات سالزبورج يورجن كلوب اكيد يعني حذر لاعبيه رغم ان هم كانوا متفوقين في مباراه الذهاب ولكن على الرغم من كده برضو كلوب عنده او يخشى بعض المفاجات اللي ممكن تحصل في المباراه شيء طبيعي دي طريقه المديرين الفنيين عالميين يعني ان هو بيحترم الخصم والمنافس اللي مهما كانت قوته ورغم ان جميع النقاد قالوا ان فعلا طريق ممهد امام ليفربول خاصه ان هو في مباراه الذهاب قدر ان هو يحرز هدفين ويقتنص النقاط الثلاث وكان نجمنا محمد صلاح احرز الهدف الثاني فشيء طبيعي ان هو هيحافظ عليه وفي نفس الوقت رغبه صلاح وجميع زملاء ان هم يعودوا مره اخرى للتهديف خاصه ان صلاح في مباراه تشيلسي الاخيره في كاس الرابطه والدوري الـ الـ الانجليزي ما كانش ما الاهداف اللي كانت المطلوبه ولكن طبعا بعد الهدف في في الذهاب هيحافظ طبعا على هيبقى عاوز يحافظ على صداره الهدفين في البطوله فان شاء الله باذن الله نتمنى له كل التوفيق وهنشوف مباراه قوية وده بينطبق برضه على بايرن ميونخ والفريق النمساوي وطبعا قلق بايرن بسبب ليفاندوفسكي ما كانش في حالته القوية في آخر ثلاث مباريات ولكن طبعا ده نجم كبير والبالغ من العمر 34 سنة وكان في في ناس بتتكلم على أساس هو هل ممكن يستغنوا عنه ولا لا طبعا لا الفريق محتاجه جدا وده اللي قاله المدير الفني فان شاء الله بإذن الله هيحاول بكل قوة البايرن أنه هو يرجع تاني لتألقه ويحافظ على المستوى ومستوى التهديف من خلال لاعبيه الكبار يعني ان شاء الله يمكن على الرغم من مرور فترة يعني ليست بالقليلة على رحيل ميسي عن صفوف برشلونة إلا إن أصداء هذا الرحيل يعني ما زالت موجودة وما كمان الحديث عنها مستمر أخوان لابورتا تكلم يمكن كان ليه تصريحات يعني مثيرة للجدل بعض الشيء إن هو مش ندمان على عدم التجديد لميسي على الرغم من إنه هو أكبر على هذا الأمر كمان اتكلم عن يمكن الأزمة الاقتصادية اللي بيعدي بيها نادي برشلونة قال يعني يمكن في هما في مأزق وان هما مش قادرين يعدوا ده ولكن هيعدوه ببطء خلال الفتره المقبله شايف تصريحاته ازاي؟ شيء طبيعي حضرتك قلت السبب في في تصريحاته الغريبه ان هو كان المفروض يخليه يتعاقد وفي نفس الوقت مش قادر ده نتيجة الحالة الاقتصادية اللي كثير من الفرق العالمية ما قدرتش إن هي تصمد أمامه فبالتالي إن هو بيضطر في وقت من الأوقات إن هو يفرط في أحد النجوم الكبار طبعا ده هيأثر عليه وأثر عليه بالفعل ولكن طبعا شيء طبيعي إن هو هيجيب أكتر من لاعب محترف هيحاول إن هو يسند بيه فريقه إلى أجل حتى تتغير الظروف وممكن ميسي يعود تاني إحنا عارفين الاحتراف ما ملوش سكه واحده يعني ممكن لعيب يذهب ويعود من نفس من نفس الفريق اكتر من مره ولكن ده شيء طبيعي لان ميسي نجم كبير جدا واي نادي يتمنى وخاصه برشلونه طبعا ده ناديه المحبب واكيد الايام القادمه ان شاء الله مع تحسن حاله اقتصاديه اكيد هنشوف مفاجات وان شاء الله التوفيق لجميع اللاعبين يعني الكبار خاصه زي ميسي يعني ومحمد صلاح وجميع نجومنا والنجوم الكبار على مستوى العالم يعني استاذ حسام الغرباوي بنشكرك جدا دايما بتشرفنا وتنورنا في جولتنا الصحفيه في 10 الصبح في الاهلي اهلا وسهلا يا فندم شكرا شرفتوني كريم دي كانت جولتنا الصحفية اليوم في جميع العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل مقر جريدة الجمهورية نتمنى ان احنا نكون قدمنا تحليل وافي وكافي زي ما انت بتقول بالظبط يا كريم طبعا من استاذنا الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية وبنشكرك على التغطيه الصحفيه المتميزه دي زميلتنا العزيزه مريم سميح وطبعا تحياتنا للاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي